بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام ومع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله في فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث حول قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. فضيلة الشيخ، قول الله تعالى في هذه الآية، وقد تحدثتم في الحلقة الماضية عن بعض من مفردات هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: تلك حدود الله، ما المقصود بالحدود هنا يا شيخ؟ محرمات. تلك حدود الله المحرمات، لأن الحدود على قسمين، لأن الحدود على قسمين: محرمات، وهذه يقول الله جل وعلا: فلا تقربوها، و القسم الثاني المباحات، وهذه يقول الله تعالى فيها: فلا تعتدوها. فالحدود المراد بها هنا المحرمات. لا تقربوها يعني لا تتعاطوا الوسائل التي توقع في المحظور، فهذا فيه الأمر بتجنب الوسائل التي توقع في المحظور. نعم، أحسن الله إليكم. عودا على بدء في مطلع هذه الآية، عدل فضيلة الشيخ عن اللفظ الصريح مما يستحى من ذكره إلى التعبير بالرفث وقوله أيضا: وهن لباس لكم. هذا المنهج الفريد فضيلة الشيخ في الحديث عما يستحيا منه، تعليقكم عليه حفظكم الله. نعم، هذا وارد في الكتاب والسنة، وهو التعبير عن الأشياء المستكرهة بالكناية، مثل النكاح. النكاح في اللغة الاجتماع، اجتماع الأشياء يقال له نكاح، كما يقال تناكحت الأشجار يعني إذا التفت، ويقال تناكحت الرماح يعني إذا اختلط بعضها ببعض. فالنكاح كناية عن العقد، وكناية أيضا عن الجماع. وكذلك الرفث كني به عن الجماع. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا لعله يعني أدب للمتحدثين والمتكلمين والمربين أيضا في الحديث عند الأبناء ونحو ذلك. نعم، هذا أيضا يؤخذ منه تأدب في الألفاظ. نعم، تعبير بالكنايات عن الأشياء المستكرهة، وأن يتربى الناس على هذه الأمور، ويربوا عليها أولادهم وتلاميذهم بأن لا يتلفظوا بالألفاظ المستكرهة والمستقذرة، وإنما يأتون بعبارة تغطيها، كما في الغائط. الغائط في الأصل المكان المنخفض، وكني به عن الخارج من باب الكناية عما يستقذر، لأن من عادة الذي يقضي حاجته أنه يذهب إلى مكان غائط يعني منخفض، فكني به عن الخارج من باب التأدب في الألفاظ، وهذا كثير في القرآن. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل هناك أسباب نزول لهذه الآية في قول الله تعالى: إنكم كنتم تختانون أنفسكم، أو غيرها؟ نعم، هو كما أشرنا إليه أنه كان محرما عليهم تجنب، محرما عليهم الجماع في ليل الصيام، وقيل في كل الشهر. فالله جل وعلا لما حصل من بعضهم التحرج والتضايق لأنهم بحاجة إلى نسائهم، وربما وقع بعضهم فجامع زوجته لغلبة الشهوة فيه، فلما علم الله ذلك منهم أنزل هذه الآية، ونسخ بها الحكم الأول الذي منعهم به من غشيان زوجاتهم في ليلة الصيام أو في جميع الشهر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم
وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما هي بداية الصيام فضيلة الشيخ ونهايته كل يوم من خلال هذه الآية الكريمة؟ كذلك كانوا في الأول ممنوعين من الأكل والشرب والجماع في ما بين صلاة العشاء أو النوم إلى مثلها. كان الرجل يفطر مع الغروب ويأكل ويشرب إلى أن يصلي العشاء ثم يمسك إلى مثل ذلك الوقت من الليلة القابلة. وكان أيضا يمتنع عن الجماع إلى مثل الليلة القابلة أو في يمتنع عن الجماع في كل الشهر على قول آخر. هذا في أول التشريع في أول الإسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى نقلهم من هذا الحكم ونسخه بحكم اليسر والسهولة فأباح لهم معاشرة زوجاتهم وأباح لهم الأكل والشرب من الطيبات إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فحينئذ يمسك الصائم إلى أن تغرب الشمس. إذن فيكون الصيام محدداً فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا يقول الفقهاء في تعريف الصيام هو إمساك بنية عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا تحديد وقت الصيام اليومي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما نوع الأمر في قوله تعالى وكلوا واشربوا؟ هذا أمر إباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعد ذلك فإذا حللتم فاصطادوا. الأمر في قوله فاصطادوا للإباحة، وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا للإباحة، وهذه قاعدة أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أليس في هذا دليل أيضا على الاستحباب وفضيلة السحور فضيلة الشيخ؟ نعم، كذلك في هذا الدليل على أنه يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يقدم التسحر قبل الفجر بمدة، لأن الله جل وعلا غياه بطلوع الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكل ما أخر الإنسان السحور فهو أفضل ما لم يخشى من طلوع الفجر. أما من يقدم السحور قبل الفجر بمدة فهذا خالف السنة، وإذا صحب ذلك أنه ينام عن صلاة الفجر كما يفعل كثير من الناس اليوم، يسهر الليل ثم إذا أقبل الفجر ملأ بطنه بالطعام ثم نام وترك صلاة الفجر، فهذا صام قبل وقت الصيام وترك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، فهذا من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى ومن تضيع فرائض الله عز وجل. فأي صيام من هذا الصيام المخالف للآداب الشرعية؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. التهاون أيضا بعض المسلمين في إقامة هذه السنة، ربما قام للفجر في وقتها لكن يبكر في السحور ثم ينام ثم يقوم على صلاة الفجر وقد أمسك. هذا ذكرنا، قلنا لا يقدم أكلة السحور بمدة قبل الفجر بل يؤخر ما لم يخش طلوع الفجر، هذا أفضل أن يكون آخر سحوره عند طلوع الفجر.
امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأيضا لعلنا نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حول حكم الأكل والشرب حال الأذان لمن بيده أكل، محتجين بحديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أو أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال. فما الحكم فضيلة الشيخ حال الأذان الأكل أو الشرب؟ الله جل وعلا حدد الأكل والشرب بحد بين، وهو طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يحرم الأكل والشرب. أما المؤذن فإنه قد يبكر بالأذان، قد يتقدم على طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن عرف أنه يقدم قبل طلوع الفجر فهنه لا يمنع الأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا واضح في أنه إذا كان المؤذن يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل والشرب بعد شروعه في الأذان، لأنه حينئذ قد طلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم قبل الفجر فلا مانع من أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من وقفات مع آيات الصيام التي جمعتنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله. وإلى هنا أودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.